كوفالنت نتورك. في الفيديو الأخير تحدثنا عن بعض القوى الضعيفة بين الجزيئات. نعم، فاندر وولز فورسز أضعفها كان قوى التشتت لندن. في هذا الفيديو سأبدأ مع الهيكل أو التركيب الأقوى، وهو ما يسمى الشبكة التساهمية. إذا كان لدينا الشبكة التساهمية الكريستال، وسأعرف كلمة الكريستال. الكريستال يتكون عندما يكون لدينا مادة صلبة، حيث الجزيئات التي تشكل هذه المادة الصلبة تكون في نمط ثابت ومنتظم نسبيا. حسنا، وهذا عكس المادة الصلبة الغير متبلورة أو ما يسمى أمورفس، حيث كل الجزيئات تكون بشكل خليط عشوائي، ويكون التركيز مختلف من جزيء لآخر، أيونات مختلفة وجزيئات مختلفة وأجزاء مختلفة من المادة الصلبة. أما الكريستال فهو هيكل منتظم، الجليد يعتبر كريستال لأنه حالما تكون درجة الحرارة منخفضة بشكل كافي في الماء، كانت درجة الحرارة منخفضة بشكل كافي في الماء، روابط الهيدروجينية تشكلت، وتحدثنا عن هذا كثيرا. لكن الأقوى بين كلها ياكل الكريستال هي الشبكة التساهمية كوفالنت نتورك. والمثال الأكبر أو الرئيسي لهذا النوع هو الكربون عندما يشكل الألماس في الشبكة التساهمية. الكربون لديه 4 إلكترونات. نعم، بهذا الشكل. إذا دائما يريد 4 أخرى. إذا عندما يتشارك مع نفسه سيصبح مستقر جدا. يمكن إذا أن يشكل 4 روابط مع 4 كربونات أخرى، ومن ثم كل واحد من هذه الكربونات يمكن أن تشكل 4 روابط أخرى مع 4 كربونات أخرى. 1 2 3، 1 2 3، وهكذا دواليك هذا الهيكل للألماس. والسبب لكونه هيكل قوي جدا هو بسبب أنه يمكنكم أن تبينوا تقريبا كل الألماس. في الواقع يجب أن تظهروا كل الألماس كجزيء واحد فقط، لأن جميع ذرات الكربون فيه لديها روابط تساهمية. هذه عملية تتشارك في الإلكترونات، جميع الروابط فيه، وهذه في الواقع هي الأقوى بين كل الروابط الجزيئية. إذا يمكن تخيل أن كل المادة الصلبة هذه مصنوعة من هذه الشبكة من الكربونات، ستحصل على رابطة قوية ودرجة غليان عالية جدا جدا جدا. ولهذا السبب الألماس يعتبر قوي جدا، لهذا من الصعب أن نغلي الألماس. إذا البنية الهيكلية هذه تعتبر قوية جدا، وكما ذكرنا فإن الألماس أشهر مثال عليها وهو قوي جدا، فهو كما تعلمون يستخدم لقص الزجاج. نعم، دعونا نتناول روابط من نوع آخر لنأخذ البلورات الأيونية. البلورات الأيونية، نعم، أيونيك كريستال، وسأشرح المعدنية أيضا معها، ميتاليك كريستال. أها، حسنا، جزيء الأيونية أكثر شيوعا. هذه ليست بالضبط الكلمة المناسبة، لكن لنفرض لدينا بعض الصوديوم وبعض الكلور، دعونا من هذا. وتذكروا ما يحدث لكلوريد الصوديوم هو طبعا الصوديوم هنا لديه إلكترون واحد إضافي، نعم، ويرغب بفقدانه. الكلور لديه 7 إلكترونات ويريد واحد آخر بشدة، لذا الصوديوم بالضرورة سوف يتبرع بهذا الإلكترون لذلك الكلور، ومن ثم الكلور يصبح سالب الشحن والصوديوم يصبح موجب الشحن، ويريدان أن يبقيا سويا. نعم، إذا لدينا أيون صوديوم موجب وأيون سالب كلور، والهيكل الذي سيتشكل هنا شيء كهذا. سأستخدم الأخضر للصوديوم. لدينا الكثير من أيونات الصوديوم وهي موجبة، ومن ثم لدينا الكثير من أيونات الكلور وهي سالبة. هذه ليست بالضبط الطريقة، لكن أعتقد وصلتكم الفكرة، حيث ذرة واحدة من هي موجبة والذرة الأخرى سالبة، لذا يريدان أن بشدة أن يصبحا بقرب بعضهما البعض، وهذه رابطة قوية جدا، ولديها ليست درجة غليان عالية، يمكن أن يكون لديها درجة غليان عالية. وهذا النوع من الهياكل هو في الواقع هش للغاية. إذا أخذنا بعض ملح الطعام ليس ذائب في الماء، إذا كان لدينا كتلة كبيرة منه أي قطعة واحدة وطرقناه بالمطرقة بوم، سنرى أننا سنحصل على قطع صغيرة منه وسوف تتساقط في الأنحاء، لأننا قمنا بكسر الرابط على طول هذه الخطوط هنا. هذا شيء مهم، في هذه الحالة قمنا بتكسير الروابط الذرية. نعم، نعم الذرية. إذا قوة الروابط الذرية تدلنا على مدى قوة المادة.
حسنا، الآن الكريستال المعدني. مثل كريستال المعادن تريد أن تتخلص من إلكتروناتها، أو بالأحرى لا تريد التخلص منها، إنما هي تتبرع بها. إذا ماذا يحدث؟ لنقل في حالة الحديد لدينا العديد من ذرات الحديد هنا، كل هذا حديد 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 Fe، والإلكترونات متاحة نعم لتتجول في الجوار. طبعا هذه كل هذه الإلكترونات هنا تتجول في الجوار، كلها تتجول بحرية، وبسبب هذا تشكل هذا البحر من الإلكترونات، وهي سالبة الشحنة، وهذا يجعلها موصلة جيدة للكهرباء. وبالطبع بما أن ذرات الحديد تتيح إلكتروناتها تجول بحرية، إذا كلها ستصبح موجبة، لذا فهي تعتبر جزءا لا يتجزأ من هذه الشبكة أو من هذا البحر من الإلكترونات. الكريستال المعدني الآن أحيانا يكون أقوى من البلورات الأيونية، وأحيانا ليس كذلك. ومن الواضح أنه يمكننا عمل لائحة بالكثير من المعادن القوية، ولكن يمكن أيضا عمل لائحة بالمعادن الضعيفة. وإذا أخذنا مفك ومطرقة كما تعلمون، الذهب الخالص هو 24 قيراط. إذا أخذنا مفك وضربنا الذهب فإنه سوف ينبعج، إذا هذا ليس هش مثل الكريستال الأيوني. في كثير من الأحيان كنا قولبته إلى أشكال مختلفة، هو أكثر ليونة. حتى لو تحدثنا عن المعادن الصلبة فإنها تميل إلى أن لا تكون هشة بسبب هذا البحر من الإلكترونات، تعطيه نوعا من المرونة، تعطيه نوعا من المرونة كما ذكرنا. لكن هذا لا يعني أنها ليست صلبة. في الحقيقة أحيانا هذه المرونة في المعدن تعطيه القابلية للثاني أو الانحناء، وهذا ما يعطيه عمليا قوته، لأنها تسمح لها نوعا ما بتشتيت القوة المبذولة عليه. أيضا هذا ينطبق على درجة الغليان، لأن هذه الروابط قوية جدا. ماذا؟ لديها درجة حرارة أو غليان عالية. إذا أخذنا بلورات الملح وحاولنا غليها، علينا إضافة الكثير من الحرارة إلى النظام. إذا لديه درجة غليان عالية، أعني أن لديها درجة غليان أعلى بكثير من الغازات النبيلة مثلا، لتكون الأمور أوضح بالمقارنة. وهي أيضا لديها درجة غليان عالية مثلا فلوريد والهيدروجين. فلوريد الهيدروجين، إن كنتم ما تزالون تتذكرون في الفيديو السابق كان لدينا القوة بين ثنائيات القطب، لكن المهم في هذا هو أن لديه درجة غليان عالية جدا ما لم يذوب في الماء. نعم، إذا هذه لديها درجة غليان عالية جدا، لكن بالبلورات الأيونية يمكن عمليا أن تذوب في الماء، وعندما تذوب في الماء فإنها تشكل روابط أيونية ثنائية القطب. ماذا يعني هذا؟ روابط أيونية القطب أو قطبية أيونية، أيونيك دايبول. نعم، أيونيك دايبول أو بولر، وهذا عمليا السبب وراء أنها تذوب في الماء، لأن جزيئات الماء ذكرنا هذا عدة مرات لديها نهايات سالبة، نهاية سالبة، لأن الأكسجين عمليا يحتضن الإلكترونات، ومن ثم الهيدروجين سيصبح موجب لأنه جرد من الإلكترون. إذا عند وضع أيونات الصوديوم والكلور في مكان واحد نعم أو في محلول الماء، الصوديوم الموجب يريد أن ينجذب إلى الطرف السالب من ثنائية القطب، هذه جزيء الماء نعم، ومن ثم الكلور السالب Cl- سينجذب إلى الطرف الموجب، يريد أن يسير بجانب الهيدروجين، لذا هما يذوبان في هذا. ليس بالضرورة يرغبان في هذا، ما يزالوا يريدان الانجذاب لبعضهما البعض، لكن أيضا ما يزالان منجذبان للأطراف المختلفة من الماء. هذا هو السبب الذي يسمح لهما بالذوبان في الماء. حسنا، لذا في هذه الحالة عندما نذوب بلورة أيونية في الماء، بما أن البلورة الأيونية ليست موصلة جيدة للكهرباء، ليس هناك الكثير من الشحنة المتحركة حقا في هذه الحالة، لكن هنا فجأة لدينا هذه الجزيئات التي يمكن أن تتحرك بحرية، ولأنها تستطيع الحركة فجأة عند وضع الملح كلوريد الصوديوم في الماء تصبح موصلة للكهرباء. على أي حال، أريد أن تتعرفوا إلى كل الأشكال المختلفة من المادة. الآن على الأقل أصبح لديكم فهما جيدا عن هذا، ويجب على الأقل أن تكونوا قادرين على أن تعطوا تخمين جيد لدرجة غليان مادة ما. حسنا، والطريقة العامة لتحديد هذا أو شكل الوقت على النهاية هي مدى قوة الروابط البين جزيئية بين الجزيئات. من الواضح أنه إذا كان الهيكل كله جزيء واحد فإنه سوف يكون قوي بدرجة كبيرة، ومن ناحية أخرى إذا كنا نتحدث عن النيون بشكل سريع، مجموعة من جزيئات النيون
فإن كان ما لديها من روابط هي أقوى، هي قوى التشتت لندن، وهي ضعيفة جدا طبعا. طبعا كل ما لديها هي قوى التشتت لندن، لذا هذا الغاز هو تقريبا في حالته الغازية، إذا أصبحت الحرارة باردة جدا جدا ربما سيتحول إلى سائل. على أي حال أتمنى أنكم وجدتم هذا مفيدا.